وفي خبرنا الأخير، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي نظام إدارة توزيع المياه الذكية لتعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات واعتمادية إمدادات المياه وترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد لشبكات المياه. ويعتمد نظام إدارة توزيع المياه الذكي على نظام مركزي للمراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة ومعدات وأنظمة ذكية مبتكرة.